تواصل التنظيمات الإرهابية في إدلب منع الطلاب الراغبين بالتقدم لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة من الخروج عبر الممر الذي أمنه الجيش العربي السوري في قرية الترمبة لتسهيل وصول الطلاب إلى مدينة حماة. لليوم الثاني على التوالي تواصل الجهات الإدارية في محافظة إدلب تأمين المستلزمات الضرورية لتسهيل خروج الطلاب من محافظة إدلب. طبعا هنا في الممر الواقع قرب بلدة الترمبة وسائط النقل إضافة إلى العيادة المتنقلة، كادر طبي، الهلال الأحمر العربي السوري والكثير من الوسائل الهادفة إلى تسهيل حركة خروج الطلاب من داخل محافظة إدلب ونقلهم باتجاه مراكز الاستضافة في محافظة حماة. طبعا مديرية التربية جهزت كافة الأمور لإنجاح العملية الامتحانية. طبعا نحن واقفين الآن في معبر سراقب بانتظار خروج طلابنا إن شاء الله الآمن من مناطق إدلب. طبعا احنا جهزنا مراكز الإقامة، عندنا 12 مركز جاهز بكل مستلزمات الإقامة، من مستلزمات إقامة إلى حقائب صحية إلى وجبات طعام إلى سيارات ستنقل الطلاب من وإلى المراكز الامتحانية، فضلا عن تجاوب كل الجهات الحكومية بمساعدة الهلال الأحمر العربي السوري في نقل هؤلاء الطلاب وتأمين كل ما يلزم لهم من الناحية الصحية إلى مراكز الإقامة بشكل مباشر. طبعا لدينا احنا في حماة 27 مركز للطلاب، طلابنا المتقدمين حاليا 2684 طالب سيتقدمون امتحانات شهاداتي التعليم الأساسي والثانوي. طبعا يعني كما ذكر الأستاذ عبد الحميد مدير تربية إدلب، الإجراءات كافية اتخذت لتسهيل حركة الطلاب ومن ثم التقدم لامتحاناتهم ضمن محافظة حماة. القاعات الامتحانية معقمة بالكامل، اتخذت كافة الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا كالتباعد سواء في مراكز الاستضافة أو في المراكز الامتحانية، أيضا وسائط النقل مؤمنة لنقل الطلاب من مراكز الاستضافة إلى امتحاناتهم والعودة، كذلك الإطعام والرعاية الصحية وغيرها. طبعا يتوقع اليوم وصول دفعة من هؤلاء الطلاب، وأيضا الجهات الإدارية هنا تعمل على تأمين خروج آمن لهم ونقلهم إلى محافظة حماة. أحمد سرجاوي، أخبار السورية، بلدة الترمبة، ريف إدلب الشرقي.